Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malienne. Les astuces du quotidien sont des petites choses simples, faciles à faire et rapides qui peuvent vous aider à vous rendre la vie plus facile. Aujourd'hui, je vous montre comment congeler les haricots blancs. Si vous aimez ma méthode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malia, vous êtes les bienvenus. مرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم صحابي وحبيبي مانيش مش نطيبو، اليوم مش نقترح عليكم فيديو كيفاش نستحفظ باللوبيا البيضة مدة كبيرة في المجمد. أول حاجة كيما تراو نفخت اللوبيا متاعي بالمسبق بليلة كاملة، لهنا اللوبيا متاعي حضرت. توا باش ناخذ نصفيها وباش نوريكم كيفاش باش نحطها في الساشيات ونحطوها في الكونجيلاتور. اللوبيا متاعتكم وقت اللي تاخذوها مع عند العطار ساعة قبل كل شيء تنقوها إذا كان فيها حاجة زايدة، ومن بعد تغسلوها ومن بعد تحطوها في الطنجرة هذيك اللي شفتوها منفخة ليلة كاملة. اللوبيا تغطوها وقت اللي تحطوها تتنفخ، ما تخلوهاش عريانة. لهنا ياكم تراو غسلت اللوبيا متاعي. توا باش نجيبو ساشيات متخصصين في الكونجيلاتور وباش نعبو هاك الساشيات هذوك. حاجة سهلة مهلة وتربحوا وقت كبير وقت باش تطيبوا اللوبيا متاعتكم، ما تبقوش تجروا على اليمين وعلى اليسار وتلوجوا من عطار لعطار اللوبيا منفخة. وماذا بيكم وقت تعبوا الساشيات متاعكم ما تحطوش فيهم كمية كبيرة متاع اللوبيا، تخلوا شوية فضاء. علاش؟ أول حاجة وقت باش تجبدوا وقت الحاجة وباش تطيبوا فطوركم ولا عشاكم تجبدوا الكمية اللي لازمتكم وكاهو، ما تجبدوش الساشية كاملة. ثاني حاجة وقت اللي تحطوا الساشيات هذوكم في الكونجيلاتور ما ياخذولكمش بلاصه كبيره. بالطريقه هذيك راكم تشوفوا كيفاش تحطوا الساشي بالطريقه اللي حطيتها انا على البلان دو ترافاي في الكونجيلاتور نتاعكم. الساشيات هذوما اذا كان استعملتوهم للحمص والا للجلبانه والا للوبيا راكم تنجموا وقت تجبدوهم تستعملوهم مره ثانيه على شرط تغسلوهم، اما اذا كان استعملتوهم الحقيقه للحم والا للدجاج وماذا بكم ترموهم. وهاكم تشوفوا لهنا كيفاش حطيت اللوبيا متاعي، تحطوها بالطريقه هذه في الكونجيلاتور متاعكم باش وقت تجبدوها فيسع فيسع تتحللكم وما عندكمش حتى مشكل. هاكم تشوفوا منظفة وعفافة تحطوا اللوبيا متاعتكم وإلا الجلبانة ولا الحمص بالطريقة اللي تشوفوا فيها في الفيديو. وماذا بكم وقت تحطوا أي حاجة في الكونجيلاتور تكون بنظافة وعفافة في ساشيات متخصصين للكونجيلاتور وتتبعدوا من الساشيات تذوكم النقض فيهم. هاكم تراو صحابي وحبيبي ساشيات مزيانين تحفونين وقت تحلوا الكونجيلاتور نتاعكم تعملوا عليها كيف تجبدوا الحاجات اللي حطيتوهم في الكونجيلاتور بشويه بشويه، ما تجبدوش الكميه كامله وتخلوها لبرا ومن بعد زيد ترجعوها للكونجيلاتور، راهو ماهوش باهي للصحه. ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم وان شاء الله استفدتوا منه. في اخر الفيديو حطيت لكم وصفه اللوبيا راهي موجوده على القناه متاعي، اذا كان تحبوا تشوفوها ما عليكم كان تعملوا دوره في القناه وتشوفوا الوصفات الاخرين الكل. وما وصفه اللوبيا هذه راهي مزيانه وتحفونه، لوبيا بالكرشه والحم الغنمي ما شاء الله الله وحد، ما نحكي لكمش على البناء متاعها. اصحابي وحبيبي ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ان شاء الله استفدتوا منه الفيديو هذايا. واذا كان كنتم مش مشتركين في القناة يفرحني برشا اذا كنت تشتركوا، تفعيل الجرس وهذا فضلا وليس امر. اذا كان تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام والا الفيسبوك راهو كويزين مالية بصدر حب نجاوبكم على اي سؤال تسألوه. ما يبقى لي كنقول لكم شهية طيبة وتبقوا على خير وفي امان الله.